شاهدنا مريان والتمارين والحركات الرياضية اللي ممكن تحافظ على نسق الجسم، بل بالتأكيد تحافظ على نسق الجسم. وراح نبقى بموضوعة نسق الجسم، مشاهدينا كثير من الرجال والنساء على حد سواء يعانون من تراكم الدهون بمحيط الخصر أو حتى البطن، بالتالي هذا الأمر يعطيهم مظهر أكبر من عمرهم ويسبب لهم بنفس الوقت مشاكل صحية كثيرة ونفسية أيضا. يصبح هنالك مشكلة بعدم قدرتهم على ارتداء ملابس مثلهم مثل الناس العاديين. وهنا نتساءل لماذا تتجمع الدهون طبعا خصيصا بمحيط الخصر لدى أغلب الناس بمجرد اكتسابهم الوزن الزائد، ولماذا بنفس الوقت يصعب التخلص أو من الصعوبة التخلص منها مبكرا؟ وهل اليوم الرياضة هي الحل الأول والأخير لحل هذه القضية، أم النظام الغذائي هو الأساس؟ هذا ما ستجيب عنه ضيفتنا لهذا اليوم السيدة شذا، وكابتن شذا المختصة بهذا المجال. صباح الخير عليك. يسعد صباحك، ونورتينا ببرنامج يوم جديد. اهلا وسهلا ست شذا او كابتن شذا، عرفينا على حضرتك بما انه ضيفه لاول مره بقناه الرشيد وتحديدا برنامج يوم جديد. عرفوا المشاهدين على حضرتك. حبيبي اول مره اهلا وسهلا يا مرحبا بك، نورتينا عليكم وعلى مشاهديكم جميعا. شذا خريجه تربيه رياضيه، مدربة لياقة بدنية وكمال أجسام. حلو، أهلا وسهلا. حلو، صوتك الشناصي أريد بعد أعلى حتى فورك. كابتن، الكابتن دائما يكون ينسي. أكيد أكيد، بس لما أكون وأني بالجم ودا لا يختلف بالطاقة، يعني هسه لو تقوموني قدامي تتمرنون كان صرت غير شكلي. نتحدث دائما بعفوية وببساطة إن شاء الله. ست شذا أو كابتن شذا، تريدين كابتن أو ست؟ براحتك. كيفنا؟ حلو. كابتن شذا، شنو مفهوم البطن البارزة صحيا؟ يعني شنو الناس يفهمها انه كرش بروز؟ شنو انت من وجهة نظرك او من الناحية الأكاديمية خلينا نقول الطبية، الكرش مثل ما نسميه شنو مفهومه؟ الكرش هو هاي الانتفاخة اللي دا تصير بالبطن اللي هي تعود الى اسباب هواية، اللي من عندها طبعا حالات مرضيه، واللي من عندها انه نتيجه الاكل المفرط اللي دا ياكلوه، اضافه الى انه هاي عمليات الولاده وما تتبعها السيده بالذات. كثير من النساء اللي دا تعاني من هذا الموضوع ويسبب لهم مشكله، صح، اللي دا تخليهم يلجؤون الى عمليات ويفوتون نفسهم بمخاطر عديده حتى يتخلصون من هذا الكرش من هاي الانتفاخة اللي دا تصير. طيب حضرتك ذكرتي اكو الى اسباب عديده، ذكرتي اسباب بروز البطن، طيب هل يا ترى من ضمن اسباب بروز البطن الكربوهيدرات والسكريات؟ هنا شلون ممكن بطريقه ذكيه او بطريقه صحيه نقدر نمنع انفسنا من تناول السكريات والكربوهيدرات اللي ممكن تساهم بظهور البطن او الكرش مثل ما نسميه بالعاميه؟ وشون نقدر هنا بعد فتره من الزمن، تعرفون اللي يقطع السكريات واحنا مجربين، بعد فتره من الزمن من يعود ويشوف اكو حل بالموضوع ياكل بشراهه، شلون اقدر الزم نفسي، شلون اقدر اتعود على قطع السكريات والكربوهيدرات؟ صحيح، طبعا هي السكريات والكربوهيدرات بالذات لما تدخل للجسم، اغلب الاكل مثلا هسه اللي هو الطحين المعجنات وما غيرها، الجسم ياخذ كفايته، الباقي يتحلل الى سكر، هو يتكدس بمنطقه البطن. لما نجي احنا نمنع انفسنا من هاي السكريات مباشره، هذا شيء طبيعي انه بعد ما تفتحين اكل ينزل وزنك وتفتحين اكل راح ترجع نفس المشكله. حاله حال المنحفات بالضبط، المنحفات ياخذوهم يمتنعون عن الطعام، تنسد شهيتهم، نزلوا الوزن اللي يريدوا، بس تركوا رجعوا سمنه ومضاعف. فيتطلب من عندنا انه احنا لما نريد ناخذ بصوره صحيه انه نمشي على نظام غذاء صحي تدريجي تدريجي. يعني اني ما اجي خلاص اقطع السكر بيوم وليله فد مره، ممكن انه تدريجيا
طبعا اضافه هذا الى يعتمد على صحه الجسم، على صحه الوحده، قابليتها، حالتها النفسيه. اكو وحده تجي لك تقول لك اني ما اقدر انه اني اقطع الاكل مباشره. فيعتمد على الانظمه اللي اني راح انطيهم اياها واللي حيمشون عليها، اضافه الى الاراده والاصرار اساس كل شيء. ما ممكن انه اي شيء تقطعه بطريقه مفاجئه، أكيد لان ممكن أكيد انه يسبب مضاعفات واضرار طبعًا. انت في غنى عنها. اريد اسالك كابتن شذا، البعض يعتمد على بعض البذور الطبيعيه مثل خلينا نقول بذور الكبتان وغيرها الأعشاب، من يعني الاعشاب الطبيعيه، هل هذه ممكن انه تساعد في حرق الدهون ام هي خلينا نقول عامل ثانوي مع الرياضه حتى تحافظ على نسق الجسم؟ طبعا البذور هي كلش مهمه، هي عباره عن الياف بها فيتامينات يستفاد منها الجسم، اضافه الى انه هي تعالج امراض هوايه. حلو. طبعا من ضمنهم اللي هو بذره الكتان. بذره الكتان كلش مهمه. ليش؟ لانه بها زيت الاوميجا، الاوميجا 3. الاوميجا 3 الوحيد اللي الجسم ما يصنعها، لازم ناخذها من مصدر خارجي. اما ناخذها من الصيدليه، احنا نعرف اما ناخذها من الصيدليه كحبوب كبسول او نقول يقولون اوكلوسيمس اسماك في الاسماك موجوده بالسمك. الاسماك طبعا على فكره الموجوده بالسمك مو اي لحمه من السمك، هذا اللحم الابيض لا، اللحم الاحمر الجزء الاحمر من اللحم هو البي الاوميجا 3. فاحنا ناخذ البذور الكتان كونها تحوي على الاوميجا 3 طبعا، وهذا معروف عالميا، ينطحن وينأخذ ما ينأخذ هيجي. فكلش كلش مفيد الأوميجا 3. يعني تنطحنه من بعدها؟ تنطحن مستحيل، ما بكل فائدة يأخذ البذور هي صحيحة. لازم ينطحن، وعلى فكرة من ينطحن يتأكسد بسرعة كونه زيت. نغلي ونشوف؟ لا 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 لا، مجرد أنه ينطحن وينحفظ في فد علبة معينة بمكان ما بي لا ضوء ولا رطوبة ويستخدم. ها اوكي خلص. طيب كابتن شذا، اكو معلومه تقول انه شرب قدحين من الماء قبل الوجبه وخاصه بوقت ما يقارب انه قبل الوجبه بنص ساعه ممكن يخفف من الشحوم او البطن الزايده، هذا الشيء صح؟ صح صح. انا شان سامع الصينيين خاصه على الريق يشربون المي الدافي. انا عاده البنات عندي بالجيم، البنات الاونلاين المشتركين عندي يعرفون انه انصح انه كثرة المي وكثرة المي يشربوا دافي مبارد قبل الوجبات وما يشربون ويا الوجبات، وخصوصا على الريق. ليش؟ لأنه يسهل عملية الحرق وعملية الهضم فعلا، يأخذ حيز بالمعدة همات، يعني إضافة إلى أنه الشخص اللي يشرب مي هواية حتى بشرته تتغير. بس أعتقد يطرد شكو سموم بالجسم هو يطردها. كابتن شذا، ذكرتي ويا وجبة الطعام يمكن مو فقط الماء، أي سوائل يدرون كل زين أنه أنا أنصح بعدم شرب السوائل ويا الوجبة مالت الطعام. الوجافة تكون الوجبة ما يخايف تحملها أفضل. أكو بيهم تقول لك ما أقدر أبلع إلا هو تعويض، ترى كل شيء هو تعويض. البعض أصلا يكره المي، ما يحب يشرب المي. فعلا وهو ترى كلش غلط. حتى مدربين الرياضة في أثناء ممارسة الرياضة والجري يقول لك خلي مي يعني بالقرب من عندك. طيب حسب خبرتك اليوم ست شذا، كم يوم رياضة يحتاج الشخص سواء كان رجل أو حتى امرأة من أجل التخلص من الكرش؟ إذا كان كرش صغير شلون يحافظ عليه بالرياضة؟ كم يوم يحتاج؟ إذا كان متوسط وإذا كان أيضا كبير الحجم بالرياضة وأيضا الغذاء الصحي؟ هاي يعتمد على الشخص نفسه، يعتمد على التزامه. هو أنا قلت إذا يمارس الرياضة ويلتزم بالغذاء الصحي إنه حسب خبرتك بمجال الرياضة كل يوم ما نقدر. يعني أنت تجيني تقولي أنا مستعجل أريد أنزل، يعني عندي فد مناسبة، تجيني عندي فد مناسبة هاي تعتمد اولا اذا كانت انه هذا الانتفاخه مالت بطنها حالتها المرضيه، يعني اذا ما عندها خربطه هرمونات، ما عندها مشاكل التكيس، ما عندها قولون ممكن عافيه زين، اضافه لهذا التزامها بنظام الغذاء والتمارين، هذا يعتمد على الشخص يكون اجباري. يعني مثلا الرجل اذا راح للجيم ورجع للبيت لقى الحجيه مسويت له مثلا تشريب باميه يعني. لا عاد احنا ليش قلنا ليش قلنا الاراده والاصرار والهاي العاده راح تحسوها طبعا نتيجه هي اني اريد اوصل لفد هدف معين يعني لازم اتحدى هاي الاراده لازم روحي. طيب حكينا عن كل هذه التفاصيل والتمارين الرياضيه، نحكي شويه عن النحت والشفط، هم اكو اختلاف فيما بينهم،
ايش تنصحيني اليوم انت مع عمليات شفط الدهون منطقه البطن الخواصر، وهل يا ترى رح ترجع بعد مده من الزمن؟ يعني كنا نسمع انه اليوم من قبل اطباء التجميل يقول لك لا تخاف بعد ما ترجع، بس الكارثه اكو معلومه اللي ما يقولون بيها ترجع الدهون بغير اماكن. صح، وترجع على فكره بعد فتره من الزمن يلي ما يلتزم بيها، فانت مع ام ضد؟ انا ضد. شلون؟ ضد عمليات الشفط. اوكي، ضد هاي عمليات النحت، لانه ممكن احنا بالرياضه وبالاكل الصحي بالوجبات الصحيه احنا نوصل للمستوى اللي احنا بس يقول لك اكو ما عندي وقت. ما عندها وقت، مو مشكلتها بعدين راح تبين، يعني بعد 3 سنين 4 راح تكون المشكله اعظم. يعني بدل ما كانت بطنها هي بس باللي قدام حتكون خواصر جوانب عفية بجوانب البطن حتكون، يعني وحيكون منظرها نشاز كل يعني ماكو حالات استثنائيه. ماكو حالات استثنائيه، هاي في حاله اكو وحده يعني تعبت من الرياضه ما الها قابليه. يعني اكو مثلا بيهم عندهم مشاكل بمفاصلهم، عندهم مشاكل بعظام، ما ممكن عندهم عندهم مشاكل يعني صحيه ما يقدرون انه يلتزمون، وهي بعض بيهم هاي مشكله البطن والكرش مسببت لهم فد حاله نفسيه، يعني ازمه ما يقدر ترتدي براحتها. على فكره صارت وفيات لان اي طبيب تجري هاي العمليه فعلا ذوي الخبره ولهم صيت واسماء، يعني هاي للاخطاء الطبيه اللي موجوده مع الأسف. بعد حديثنا ست شذا أو كابتن شذا، هذا الحديث المهم والشيق والجميل بكل تفرعاته، اليوم أيضا المتلقي والمشاهد صار عنده فضول يعرف من حضرتك من خبرتك شنو النظام الصحي، شنو صحي ياكل، شنو يتغذى حتى يحافظ على جسم بدون كرش. هذا السؤال كلش مهم ومعلومة ممكن أنه تكون مجانية للمشاهد الكريم، ويستاهل مو؟ طبعا يستاهل. الجو إلى سلاحة أهم شيء أنه إحنا نترك السكريات. أنا ضد السكريات جملة وتفصيلاً أبد. كربوهيدرات. أكو بدائل ممكن اللي ما يقدر يترك؟ ممكن أخذ الفاكهة. أخذ الفاكهة. أخذ الفاكهة. الفاكهة أكلها هي تعوض الحلى اللي جسمي يحتاجه. هماتين مفيدة بها فيتامين. طبعاً. أفضل مما أروح أنا لهاي الأمور اللي هي دا تسبب لي مشاكل هواية. زين. أو أكثر من نسبة البروتين بالجسم. جسم من يكون مبني على عضل أفضل مما يكون من جسم تميزه أنه هو جسم عضل مرتب على شكل عضل، يكون مشدود أحلى ويعني أجمل بهواية، يشد للمقابل أكثر مما يكون عبارة عن دهون متكدسة هنا وهنا. طيب كابتن شذا شلون نقدر نفرق؟ وبعد قالت لي السكر ما ندي بقول معلومة حسنا. بس السكر لو أكو بعد. أكو بالتأكيد. السكر هو مو السكر هو يعني إحنا نأخذه عن طريق هواية. حتى اللي بالشاي حتى اللي أي سكر. طبعاً هو مشكلتنا هو هذا المصنع. السكرين. السكرين صحي. الحبيبات السكرين مو استيفيا. استيفيا انا ضده. استيفيا من تجينا تقارني ويا الشكر الطبيعي عادي حالاته طبيعيه ولهذا يفضلوا، بس انا دائما انصح بالحبيبات مالت السكرين. يعني عندي بنيه بالبصره اني تقول لي صار لي اكو بيهم هاي تعرف مواضيع الشركات ومن حتى يسقطون فيقولون انه ياثر او مو زين السكرين، بينما عندي بنات صار لهم 7 سنوات ومن سنوات هم على السكرين. الخبز صمون هالسوالف هسه عرفنا السكر ما اوكي طبعا هذا نهائيا لا طبعا لا مو نهائيا الجسم يحتاج. احنا ناخذه بصوره طبيعيه، خلي نكون مثلا اخذ لي فد وجبه بسيطه الصبح تمام. التمن ما بالعكس باعتدال التمن ممكن. لما تاخذه مبزول ما بي اي اذيه. حلو مبزول ما بي اي اذيه لما يكون مبزول التمن البرغل يعني هاي بالعكس ما بيها اي اذيه. ذول هاي المعلومات مو مثل الامور اللي بيها يمكن انه كلش مهم نحكي على هاي ماده الجلوتين اللي هي موجوده بالطحين، هاي الماده اللي هي اكثر اذيه من كل شيء. طبعا اكيد زين كابتن شذا شلون نقدر نفرق بين الكرش البطن وبين القولون العصبي؟ لان اثنينهم بالتالي ينطون نفس الشكل نفس المظهر، شلون نقدر نفرق؟ واحد يقول عندي كرش واحد يقول لا مثلا قولون عصبي. مبين الكرش عن المشاكل الصحيه يعني الشخص هو نفسه يعرفه. لما يكون انتفاخ بالقولون هو فد شيء حاله مرضيه نعتبرها احنا. طيب. راح يكون وياها اكتئاب، راح تكون الحاله النفسيه يصير ضيق بالنفس، هذا لما يضرب على الحجاب الحاجز يصير مشاكل بالقلب يحس انه اكو خفقان او فد شيء، فهاي اما يروح دكتور او هو يعرف يعالج نفسه. على ذكر الدكتور حقيقه يعني عن تجربه حقيقيه وعلى المستوى الشخصي ما خليها الطبيب
كنت اشكي من قولون حسناء، يعني وجع في منطقه القولون عصبي او كذا، اصدقائي كثير من الاطباء. اخر طبيب نصحني كان ضيفنا، قال لي رحت على اطباء كثيرين لكن بس ثلاث ايام نهائيا ما ذوق الخبز والصمون على حد سواء، وفعلا لا ادويه اللي اخذتها قبل ولا كذا. عرفت ليش؟ كان الموضوع ما اعرف، يقولون الخبز او العجين يتشلب بالقالون او ايش؟ ليش؟ لانه بماده الجلوتين، هو اللي تحدثت به قبل. الجلوتين هو يعني هو وين موجوده؟ موجوده بالحبوب، الحنطه والشعير. بطبع. الله خلقها لنا، هو كلش مفيد طبعا، بس هو ماده بروتينيه. الله من خلقها ان هي بنسبه طبيعيه، لكن من دخل بالصناعه حتى يسوون البيتزا وهاي المعجنات وتقدر تنطط، هي اساسا هي ماده لاصقه. ماده لاصقه هي هاي الجلوتين، فزودوا النسبه مالتها، قامت لما زودوها قامت تلتصق على الامعاء وعلى المعده. بس هذا الشيء اذا مصابين بموضوع القولون العصبي او الثاني. العصبي اكيد يعتمد على الحاله النفسيه، على التوتر والشد والحاله النفسيه، يعني الموضوع يعتمد عليك انت. اكيد انت اكيد لازم تعرف تتعامل لما وانت داخل بستريس، لازم تعرف شلون تتعامل ويا نفسك تحافظ على صحتك. طيب كابتن شذا، يقولون انه تمارين المقاومه تكون لها نتائج باضعاف عن الجري لساعات طويله، نتائجها تكون مضمونة وأفضل؟ هي حسب، يعني إحنا تمارين المقاومة ما نقدر نستغني عنها. أوكي. نستخدمها بحالة الهدم والبناء. أوكي. الركز على الكارديو والجري لما إحنا نريد نخسر وزن زايد. لكن كلش مهم ناخذ ساعة أو أقل، أو ناخذ تمارين مقاومة حتى تشد الترهل اللي يصير بالجسم. أما في حالة البناء احنا ما نقدر ننطيها الحجم اللي نريده او الشكل اللي نريده للعضله اذا ما ناخذ تمارين مقاومه. امور مكمله بعض، تمارين مقاومه زي. فما نقدر نستغني عن تمارين المقاومه، لكن ما نقدر ناخذها وحدها فقط. زين، انا ايضا يمكن المشاهد الكريم ملخبط بعد ما نشوف الفيديوهات اللي باليوتيوب بما تخص التمارين وحرق الدهون اللي في منطقه البطن. البعض يقول لا عوف هاي الامور، التزم بالرياضه الخاصة بكل عضلات جسمك. بالكامل. البعض لا ينطي جداول خاصة بتمارين حرق الدهون بمنطقة البطن. كل واحد ينطي تمرين شكل، فأنت حسب خبرتك هل أنت مع هذه التمارين الخاصة بحرق الدهون بمنطقة البطن؟ هل تعتقدين أنه هي صحيحة فقط في البطن؟ غلط. بالنسبة إلي عادي أنه لما أنطي تمارين أنطي للجسم كاملة، مو للبطن فقط، لكن أركز على المنطقة اللي بيها دهون زايدة. يعني أنطي للجسم كاملة، بس إنه أقولها تمارينك تركزين منطقة زيادة الدهون عندك بفلان منطقة. أكو بعض بيهم هم من مو بس بطنهم، من أسفل إنه هم ضعيفة لكن مشاكلها من فوق. يعني خو ما أشوهها للمرأة. صحيح. طيب كابتن شذا، أريد منك كلمة أخيرة لكل اليوم فتاة تلجأ لعمليات، يعني هو هذا أمر خاص بها وجهة نظرها، وأكيد إحنا ما ندخل بالأمور، بس نصيحة لتلجأ لعمليات الشفط والنحت وللشخصيات اللي يروجون عن حبوب المنحفات، يعني هذه أودت بحياة الكثير في سبيل المادة، خاصة المشاهير عتبنا عليهم في سبيل المادة كم فلس، فبالتالي يروجون على الشيء يعفون بكم من المضرة. فأريد منك كلام لكل شخص ما عنده اليوم لا الإصرار لا العزيمة، حتى ممكن اليوم بإمكانه يقدر بالرياضة اللي هي تكون صحية يرتب من حاله ومن جسمه ويتخلص من الدهون. فعلا طبعا أنا ضد المنحفات، وهاي المشكلة اللي دنعاني من عندها. عفوا، لانه تجي تريد تضعف تدخل رياضه وتريد نظام لكن تاخذ منحف وياه، وهذا اكبر غلط. انصح انه يبتعدون ابتعاد كامل عن المنحفات اولا، لانه بعد ما ينزل الجسم للوزن اللي يريدوه هم بس يتركوه راح يرجعون بوزن مضاعف. هاي في حالة إذا ما صارت عندهم أمراض عديدة مثل ارتفاع الضغط، يضرب الكلى غيرها. أما عمليات الشفط والنحت هاي فمضارها يعني بين ذيك هي وكلتنا دا نعرفها، وهم نفسهم اللي دا يسوون دا يعانون، يعني يعرفون إنه هذا شيء غلط بس دا يلجأوا له ما أعرف ليش. زين، ف كما عندهم الإصرار حتى ممكن إنه ممكن إنه هذا الإصرار يصير إنه أني أتعب على نفسي شوية، أتعب
اتعب واحاول انه انزل وزني بصوره صحيحه بالتمارين وبنظام غذاء صحي ينزل واكو نماذج يعني عندنا كلش هوايه صارت اوزانهم واجسامهم تخفض. من خلال وجودك ويانا احنا سعيدين بحضورك ومعلوماتك طبعا المعلومات القيمه ومن خلال خبرتك ايضا احتاج ان احنا شيء نحت او كذا لا رياضه رياضه اي بالضبط احسنتي يعني اذا ما قلتي هاي النقطه رياضة. طبعا الرياضه نصيحه نصيحه من خلالكم اني اقولها للنساء بالذات انه يلجؤون الى الرياضه لانها صحه قبل كل شيء ولا تقول انه اني عمري كبير اني ما ادري شنو اتمنى لا صغير ولا كبير يعني تجون تشوفون الحالات اللي عندي يعني اعمارهم ما شاء الله بالستين بس ما شاء الله نشطه عندي نشطه اكثر من اللي عمرها بالعشرين يعني صارت تقمز وتلعب وتتمرن ليش لانه الرياضه هي صح الرياضه ممكن انه شخص الطاقه السلبيه تطلع بالرياضه صح صح نفسيا تتغير نفسياً. بشرتك الدوره الدمويه من كل النواحي اذا دكتوره او ست كابتن ست كابتن يوم سوري شذا سعيدين بوجودك وشكرا لك وفيتي وكفيتي وهذا اللقاء الاول واعتقد كان مميز ايضا لحضرتك وبمسيرتك ان شاء الله الرياضيه مشاهدينا وحبايبنا مستمرين مع باقي فقرات برنامج يوم جديد فاصل وبعد راجعين وياكم.